تزامنا مع الدخول المدرسي الجديد، تدعم قطاع التربية بولاية عنابة بثمان مؤسسات تربوية جديدة، منها ثانويتين، ثلاث متوسطات، وثلاث ابتدائيات موزعة عبر مختلف البلديات. من جهتهم، عبر أولياء التلاميذ عن سعادتهم لهذه المؤسسات التربوية الجديدة التي طال انتظارها لسنوات. التغطية لنصر جلال. الولايه يعني منذ 2020 تم استلام 24 مؤسسه جديده اللي كانت متوقفه تماما، ثم بدات الحركه بعد الضغط نتاع السيد ولي الولايه مع المقاولين ومكتب ومديريه التجهيزات العموميه، يعني وكل اللي قاموا بليمتر دوفراج، وهذا كان يعني ساعدنا بزاف انه خففنا الضغط على بعض المؤسسات كما قال زميلك انه فيه اكتظاظ، الا انه الاكتظاظ نقدر نقول مبالغ فيه، هي 1200 صح، ولكن تم وجود كل الحلول وخاصة كما البوني مركز السيد الوالي تفضل وعطانا نبنيو ثلث حجرات جديدة، واليوم الأحد يبدأوا يقراوا فيهم، يعني في ظرف قياسي في ظرف 10 أيام تبنات ثلث أقسام جديدة. يعني العام اللي فات كانت معاناة خاصة في الشتاء، يعني نروحوا كلي في الليل هكا كانت مرميد اللي كان اللي واقف اللي قاعد ومعمدة في برحة، يعني مش بعيدة ياسر، وبصح العمدة يعني فرحنا حاجة جديدة لينا وإن شاء الله هتولي أكثر ما أكثر كما كتريعات إن شاء الله. الحمد لله رجعنا لسيني، تما كنا كما رجعناش لسيني كنا نعبطوا برا حال، تما شقاوي تما كان الناس ما يقدرش يعبطوا، تما كان واحد بابا مريض بابا عنده الصوار، تما هنا خير كل واحد قريب ليه للدار وملاها خير هنا خير بهذا ديارنا خير. نشكروا السلطات المدنية ونشكروا على راسها سيد الوالي ولاية عنابة على الإنجاز الكبير لبلدية تريعات، مؤسسة ثانوية أولادنا كانوا يعانيوا في يقراوا حوالي 10 كيلومتر في يتنقلوا إلى بلدية بالرحال، والحمد لله اليوم وفقنا ربي بنينا ثانوية في بلدية تريعات بالتوفيق من عند الرجال، وأولادنا هم بربي إن شاء الله راهم يقراوا قدام الديار لهنا.